السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بالماضي، وين يحضر خطة الكان أمام بوراندي غدا، يعني نهار الثلاثاء إن شاء الله على الساعة 3 هما غادي يلعبوا. غادي ما تفرجوها ما والو، سمعوا بالك بالك كمال ما هو يدينا التصاوير ولا يدينا يطلق لنا التصاوير اهداف وكلش، هذا مكان كاش اللي يعرف خطه يعني نقولها ونعاودها. حنا شنو نقول لكم كلمه، هذو الناس هذو ندير لكم تسريبات التوحم، هذو البراك هذو ودي قالوا دير بالماضي بزنس عندي تديها لكم تبوس تسمعوا الصح ابو كلب هذو كما قالوا ديروه بزنس، قالوا نقلبوهم يظل. حنا نقول ليكيب ناسيونال، انا واحد الناس بغي ليكيب ناسيونال بصح ما نمدحش، ما نمدحش انا بالماضي فشل بالماضي فشل سي محمد، فشل ذريع سي محمد، خرجت البائل في الكاميرون وما روحناش كوب دي مون. اسهل كاليفيكاسيون والله اللي احنا السهله عندنا، اسهل كاليفيكاسيون تربح برا تجي هنا تخسر وتقول لي بلي حق شكون اللي حقرك؟ كاش اللي حقرك؟ بعد انا هذه ما غايضتني، انا بالتسعيني غايضتني كوب ديمون اللي ما روحنيلاش امام مصر، ذاك الاربيت التونسي الله يجعل ربي يحرقه، خاطر حرق بزاف قلوب الله يجعل ربي يحرقه هذاك التونسي هذاك اللي العربي الهادي طرطقوا له زوج طلعات وقالوا طلع الصوت. بعد يجي يقول لك انايا بعد يقول لك انا نبغي الجزائر قبل هذا بالماضي، انتوما تبغوا بالماضي، انا نبغي الجزائر قبل بالماضي، مش كيف توما وانا مش كيف هذه هي باش ندخل. بصح اشتايلا هذا بالماضي لازم يعرف، يعني جوساسه كاينه جوساسه في كرة القدم، كاينه جوساسه على بالك يحرز روحهم لي بومبي اللي يكونوا فماك، يحرز روحهم يعني من العمال توالي هما ماشي عمال، يكونوا لاعبين عمال فماك دايرين قال لي حاطين بورت لي بورتابل بيدير مباراه في سريه تامه يا خويا، هذوك العمال اللي فماك ويحرز روحو منهم، لي بومبي اللي فماك ويحرز روحو منهم، هذه هي الجوساسه. غوارديولا كان مع البارسا بغى يلعب في طليان كونت لانتير، باش تعقلوا عليها كونت لانتير، البارسا كونت لانتير اللي العام اللي داتها لانتير مع مورينيو شاف كوبتير الدور، حبس لي زونترينمون سي محمد، حبسهم، هذه هي السريه التامه. على بالك في مانشستر سيتي كاين جزائريين، مانشستر سيتي ستاد شتا هذوك اللي مبلعين اللي التيوق هذوك اللي مقابلين ستاد، على بالك بلي مي تكون كاين اخر اونترينمون تاع غوارديولا باش يحط لمسات الاخيره الروتوشات الاخيره، على بالك بلي هذوك اللي قاعدين فماك هذوك خالصين، هذوك اللي ساكنين فماك خالصين من عند مانشستر، يبلعوا التيوق تاعهم سي محمد، يبلعوا التيوق تاعهم. حسب الناس غير هاك، يعني نقول لك حرس روحك من هذو، خاطر هذه جزائر تهمني انا منتخب وطني انا يهمني، اما لا حرس روحك من هذو الامور، حرس روحك من هذوك اجون سيكيريتي اللي يكونوا فماك، العمال اللي يكونوا فماك، لي فومبي، خاطر علاه يكونوا جوساسه، يكون واحد تاع بوركينا فاسو ولا يكون واحد من تاع انغولا ولا يكون واحد تاع موريتانيا يكونوا فماك، حذاري ثم حذاري، هذه اللي نقولها لك. وما هي ما بقاتش، يا ما بقاش قادر تلعب كرون كومبلي ودير تدخل الرعب في المنافس، فاني كيما هكا قادر تلعب كرون كومبلي وتدخل الرعب في المنافس اللي غادي يلقاك، بصح الله غالب اش عم يدير هذاك ابو عبيده، وراهي راهي راه داير اللايف ديريكت يطقطق في الغاشي اللايف ديريكت، وانت يا كونت بوراندي وين يستعد المدرب الى وضع اخر لمسات على الخطه التكتيكيه والتشكيله الاساسيه والتي سيعتمد عليها خلال كاس امم افريقيا بالكوت ديفوار خلال الوديه الثانيه لمحاربي الصحراء بالطوغو غدا الثلاثاء امام منتخب بوراندي الاقوى والاكثر تنظيم من نظيره الطوغولي. تسمى هذيك بارتي تسمى صايب صايب تسمى كل مباراه نتلاقاو حنايا على ذكرهم اهلين، على ذكر بوراندا بيتردوها برازيل
بريزيل تاع افريقيا، والذي واجهوا زملاء محرز قبل ايام وفازوا عليهم بثلاثيه نظيفه في وقت يواصل فيه الملحي يعني قال لك الغياب هو قيل ترينا البارح قيل يامس ترينا. وركز بالماضي خلال تدريبات الاول امس على استرجاع بعد وديه الطوغو الجمعه الماضيه، حيث خضع اللاعبون الذين بداوا تلك المواجهه الى العمل الخفيف في الوقت، وانخضع فيه لاعبون اخرون الى مجموعه من التدريبات البدنيه والعمل المكثف تابعا لبرنامج الذي سطره يعني قبل التربص الطوغو، والذي سيحرص خلاله على رفع من جاهزيه لاعبيه بدنيا وتوحيد مستواهم البدني، على اعتبار ان بعض منهم يعاني من نقص بدني واضح يعني تابعا لعده معطيات المرتبط بنقص المنافسه والاصابات في صوره بن ناصر، زروقي، طوغاي، بلايلي، سليماني وعطال، وعلما ان الحارس رايس وهاب ملحي يعني وين قال لك غاب بعد واحد اخرى قال لك العب قال لك ترينا بداعي الاصابه، مع توقعات بعودته للمشاركه في التدريبات منذ حصه يامس حسيه ترينا، والتي شهدت مشاركه الحارس مصطفى زغبه والذي انضم الى المعسكر الخضر قادما من السعوديه بوصفه لعاب رقم 26 والذي اختاره بالماضي لتعويض امين ويري المصاب. هنا ما كنسمع باللي ديفون تبدلت اتاكو بغارديا نورمال اتاكو بغارديا وما كنت بداك عبد اللي هذاك صح، ما تبغيش الاخر راك ما تبغيش فلان وفلان كون جات عبد اللي. ويرتقب ان يوظف المدرب هذا تشكيلته المثاليه في وديه بوروندي المقرر يعني مقرره غدا على ملعب كيف بالعاصمه الطوغوليه، والاعتماد على الرسم التكتيكي المنتظر انتهاجه خلال منافسه الكان من اجل وضع اخر لمسات الفنيه والتكتيكيه على تشكيله محاربين قبل السفر الى الكوت ديفوار يوم 10 جونفي المقبل، والدخول في أجواء المسابقة الإفريقية إلى غاية أول موعد رسمي يوم 15 جونفي عندما يواجه زملاء رياض محرز المنتخب الأنغولي في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة على الملعب السلام بمدينة بوكي. ويأتي التأكيد على رغبة بالماضي في إصراره على إجراء ودية بوروندي دون حضور الجماهير ولا وسائل الإعلام، لا سيما أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتنسيق مع السلطة الطوغولية قرر وضع إجراءات صارمة جدا من أجل التفادي نقل ودية الجزائر وبوروندي على أي منصة وعلى وجه التحديد الفيسبوك، بعد أن قام أحد الصحفيين الطوغوليين بنقل ودية الجزائر والطوغو عبر حسابه الرسمي، ما خلف آنذاك ردود فعل واسعة في الجزائر، وهو الأمر الذي لا يريد الفاف ولا بالماضي تكرره أمام بوروندي، خاصة أن هذه ودية هي الأخيرة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا. بصح يقول لك باللي ما تكاميريش البارتيه كانت بالشعب، تما الا كان كاينه جوساسه رياضيه الناس قاعده في التريبيل بالانغولا ولا بوركينا فاسو انغولا ولا بوركينا فاسو تما شافوا مساعد المدرب ولا مدير المديريه الفنيه ولا جاء فماك شاف يعني تما شافوا ما فهمناش. التشكيله اللي غادي تلعب هذا نقول لكم سيده، وغادي يركز على الاخر على سليماني غادي يلعب دونتري سليماني، انا نقول لكم سليماني اش بيقول له سليماني غادي يلعب ونجح له بلاصو، بلايلي لا طلعت له يلعب صحه ما طلعت لهش ما يلعبش، انا نقول لكم سليماني تسمع سليماني منا سليماني على بالك بلي ماركا شارك ست خطرات ماركي خمس خطرات ماركي اربع خطرات برك، ومحرز
ست خطرات. شوف يا انتم عايبينها عايبينها هندية ولا خماكم يعني سليمان يبو نجاح يفهمك. لا تنسوا تعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دايما.